أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في لقائنا الأسبوعي، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي الرئيس اللبناني ميشيل عون. أساقفة الكاثوليك في الشرق الأوسط يلتئمون بعمان. صلاة شكر مشتركة بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية. قداديس إلهية عن راحة نفس المطران جورج المور. أهلا بكم. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني العماد ميشيل عون لقاء قمة في عمان ركز على توطيد العلاقات الأخوية بين الأردن ولبنان وتطورات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. وتناولت المباحثات أبرز القضايا الإقليمية والدولية والتطورات على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب. من جانبه أعرب الرئيس عون عن تقدير بلاده الكبير لمواقف الأردن تجاه لبنان والداعمة لوحدته وأمنه واستقراره. أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق قداس إلهي لأجل راحة نفس مثلث الرحمات المطران جورج المر، مطران بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن السابق، حيث ترأس القداس المطران ياسر العياش بمشاركة المطران جورج بقعوني، مطران حيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك، وبحضور المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا للروم الأرثوذكس، ولفيف من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والراهبات وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين. لا تطارحني من أمام وجهك ولا تنزع مني روحك القدوس، ارحمني يا الله، ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رافتك، امحو مآثمي. وأشاد المطران عياش في عظته بصفات المطران المر وبتاريخه الحافل في بناء أبرشية الأردن. أكتب إليكم اليوم وعيوني يملأها الدمع على فراق أخ حبيب كنت قد شاركته بعضا من لحظات جهاداته وأعماله الرعوية في الأردن، وها هو اليوم يغادرنا ويسبقنا إلى الأخدار السماوية حيث ينتظرنا هناك ذاك الوجه الفرح البهي الساطع النور الذي لا يدنى منه مخلصنا يسوع المسيح، الذي دعانا أن نكون إلى جواره حيث أعد لنا مساكن نسكن إليه فيها. فسبقنا الحبيب المطران جورج متشوقاً أن يلازم في خدمة طيلة أيام حياته. لقد عرفته رجلاً قوياً محباً للعمل، لم يهدأ لحظة واحدة في سبيل أن ينشئ كنيسة ورعية خدمة جليلة ومساراً روحياً يهتدي به. فنحن كلنا وأنا أولكم نتعلم من هذا الإنسان معنى العمل الحقيقي، ولا أريد أن أبالغ أو أطيل في الكلمات، فأعلم أنكم تعرفون سيرته أكثر مني وأعماله ظاهرة وواضحة. إلى هذا اليوم تتحدث عنه أفضل مني، والمكافأة الإلهية هي أفضل بما لا يقاس من كلماتنا التي لا ترقى لكلمات السيد التي يسمعها كل من توجه إليه، حيث يقول: نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أميناً في القليل وسأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح ربك. وبعد ختام مراسم القداس توجه الجميع لتقديم واجب العزاء للأساقفة والكهنة في قاعة الكنيسة.
اختتمت في الأردن اجتماعات مجلس أساقفة اللاتين في البلدان العربية، حيث ناقشوا في دير بيت الزيارة لراهبات الوردية بعمان على مدى 3 أيام وبحضور 10 أساقفة ونواب بطريركيين سبل إعادة وتعديل صياغة القوانين التي تسير عليها الكنائس الرعوية منذ 50 عاما، تمهيداً لإرسالها إلى روما لأخذ الموافقة النهائية عليها، إضافة إلى بحث مواضيع هامة ومن أبرزها قضايا اللاجئين والمهجرين إلى الأردن والدول الأخرى. كما يهدف لقاء الأساقفة إلى ترسيخ أواصر التأخي والتعاون والشراكة بين الأساقفة والأبراشيات وصولاً إلى توافق شامل يجمع كافة الكنائس في البلدان العربية. تم تعييني كأسقف مساعد ونائب بطريركي للاتين في عمان في الأسبوع الماضي، رغم وجودي الآن في الأردن، لكن لم يتم التسلم والتسليم المهام بيني وبين سيادة المطران مارون لحام. سوف ألتقي به غدا ثم أعود إلى القدس وأرجع إلى عمان، عمليا سأستلم تدريجيا. فعلى كل حال أشكر كل كهنة الأردن لترحيبهم بي، وأشكر المطران مارون لحام لكل العمل الذي قام به في السنوات الماضية لخدمة شعبنا في الأردن. بالنسبة لاجتماعات مجلس أساقفة اللاتين في الدول العربية، أستطيع أن أقول بأن هذا الاجتماع الذي يضم 10 أساقفة أو نواب بطريركيين هو أكثر ما يهدف إلى التآخي والتعاون والشركة بين الأساقفة والأبرشيات. طبعا يوجد أشياء كثيرة مشتركة بيننا، مثل الليتورجية لأنه نحن نتبع الليتورجية الرومانية أو اللاتينية. يوجد أيضا بيننا تواجدنا في ثقافة عربية إسلامية، هذا قاسم مشترك، وأيضا الحوار المسكوني مع الكنائس الأخرى. و في اليومين الماضيين، لسه بدينا امبارح الصبح، كل ما قمنا به هو إعادة صياغة القوانين التي نسير عليها، لأنه منذ 50 عاما لم تعاد صياغتها، وكان من اللازم أن نقوم بذلك، وقمنا بنجاح وأنهينا فعلا الدرافت المسودة وسنرسلها إلى روما للموافقة. هذا من ناحية. لكن باليوم الأول في البدايات كان هنالك مشاركة، كل أسقف روى الوضع الذي تعيش فيه الكنيسة، سواء كان في الصومال أو الإمارات أو العراق أو لبنان أو سوريا أو الأردن أو الأرض المقدسة فلسطين. فهذا التبادل مهم، لأنه نحن نمر بتجارب مشتركة ونحتاج إلى خبرات بعضنا البعض. كيف نحل مشاكلنا الرعوية في البلاد التي نحن فيها؟ هذه المشاكل تتعلق بالعلاقة مع الدولة، العلاقة مع الآخرين، العلاقة مع خصوصا مع الزوار، مع المهاجرين إلى آخره. والمهاجرين كان موضوع مهم جدا 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 من المواضيع التي عالجناها. في هذه البلاد هنالك آلاف وآلاف وآلاف من المهاجرين الذين يعملون في بلادنا، وهم من الطقس اللاتيني جاءتين من الفلبين أو من بلاد أخرى، فعلينا نحن الرعاة أن نهتم بأمورهم الرعوية. طبعا هنالك مواضيع تخص كيف تعيش الكنيسة في هذه البلاد، وهنا العلاقة هي الإرهاب والعنف والحرب إلى آخره. وطبعا موضوع مهم جدا اللاجئين، اللاجئين خصوصا هنا في الأردن، الآتين من العراق ومن سوريا. وتطرقنا أيضا إلى مواضيع مهمة جدا لوجود الكنيسة في هذه البلاد خصوصا في سوريا. طبعا
نحن ككنيسة لاتينية نحن كنيسة من الكنائس وأقلية في هذه البلاد، ولكن نتعاون مع الكنائس الأخرى لكي نكون قوة في مواجهة هذه المشاكل الاجتماعية المادية والرعوية. ترأس المطران إلي حداد المدبر الرسولي لأبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن قداساً إلهياً لإتمام عملية الترميم لكنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك في منطقة الهاشم الشمالي بحضور الأب عماد بواب راعي الكنيسة والأب بسام شحتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع المؤمنين. وأعرب المطران حداد في عظته عن امتنانه لزيارته التي تعد الأولى للرعية، كما قدم الشكر لجميع من ساهم بترميم وإتمام العمل في الكنيسة. وفي العظة ذاتها أبدى سيادته حزنه لغياب المطران جورج المر الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية، مشيدا بخدمته الكهنوتية داخل الأبرشية في الأردن ورافعا الذبيحة الإلهية لراحة نفس المطران الراحل. سبب الزيارة هو اللقاء بالأحبة ولقاء العائلة، ثم أقدم تهانية وشكري لكم جميعا، أبونا عماد كاهن الرعية ولجنة الرعية وكل شخص من أبناء الرعية، لأنكم تضافرتم وتساعدتم معا لترميم هذه الكنيسة وإعادة حلة بهية لها تليق بإلهنا يسوع المسيح. الله يعوض عليكم جميعا كل قرش كل فلس حطيتوه في هذه الكنيسة، الله يعوضه لكم جميعا. كما أني أعبر عن حزني أمامكم في هذا النهار لغياب المثلث الرحمة المطران جورج المر الذي ركض البارحة وانتقل إلى حضن الآب السماوي. مع فرحتنا هناك نغصة في القلب، ونقدم هذه الذبيحة الإلهية لراحة نفسه، والذي خدم طويلا هذه الأبرشية ووضع قلبه فيها، لا بل وضع كل قلبه في كل ما فعل وكل ما قال. رحم الله المطران جورج المر وعوض علينا بأساقف قديسين، بكهنة قديسين، بمؤمنين قديسين، رحمه الله ورحم جميع أمواتنا. وفي ذات السياق أشاد الأب بولس حداد في كلمته بجهود أبناء الرعية خلال خدمته التي استمرت 25 عاما. بوجودي خدمتهم 25 سنة، لم أرى ولم أسمع كلمة تناقض الإيمان. إيمانكم قوياً، ابقوا على هذا الإيمان، ومن كان إيمانه قوياً سيطيل الله عمره ويعطيه كل ما يريد. وأنا بدوري يا سيدي أشكر لك زيارتك لهذه الرعية العزيزة، وأطلب من الله أن يمدك بالصحة والعافية والعمر المديد لتبقى الراعي تسهر على قطيع المسيح أينما كان وحيثما وجد. سعيد جدا برؤيتكم، صلوا من أجلنا كل الكهنة والأساقفة، لأننا خدام لكم، لأننا نمثل المسيح بينكم، وبدونكم لا كهنوت لنا، لأجلكم الكهنوت. المسيح صار إنسانا لأجل البشر وعين خلفاء له وهم الكهنة ليكونوا الصورة الصادقة عن السيد المسيح. فحافظوا على إيمانكم، ومهما اعترضتكم الصعوبات إذا كان الإيمان قويا نتغلب عليها. نحن في عصر يتخبط بالحروب وبالنار المشتعلة من حولنا، إذا كان إيماننا كما كان يوم عمادنا سنتغلب على كل صعوبة بفضل صلوات صاحب السيادة والأباء الأجلاء وصلواتكم. أهنئكم بهذا اللقاء مع سيادته، وأتمنى لكم في ماركة والهاشم كل تقدم وكل نجاح
مع المسيح الذي أرجوه أن يبارككم ويحفظكم لسنين كثيرة يا سيد لسنين وأنت كثيرة معنا لكم أيضا. الله يخليك إياك. أنت عوض مجدا بقدرتك الإلهية ولا تهمنا نحن المتوكلين عليك. أبي السلام لعالمك ولكنائسك للكهنة للملك وللجنود ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلائم الحاضرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ترأس المدبر الرسولي للاتين في القدس بيير باتيستا بيتسبالا والمطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي خدمة الشكر التي أقيمت بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية لإحياء ذكرى 500 عام للإصلاح الذي تم في كاتدرائية لوند في السويد بين قداسة البابا فرانسيس والمطران منيب يونان والقسيس مارتن يونغا. التفاصيل في التقرير التالي. أقيمت في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان صلاة وخدمة الشكر المشتركة بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية تحت عنوان من النزاع إلى الشراكة معا في الرجاء. ترأسها رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس والمطران منيب يونان مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو والمطران سليم الصايغ وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات وجمع من المؤمنين. وفي كلمة ألقاها بالحاضرين قال راعي الكنيسة القس سامر عازر إننا مدعوون جميعا أن نكون رعاة صالحين متصالحين مع أنفسنا وبعضنا بعضا ومع الله لخدمة الرعية وكل الناس. استطعنا أن ننظر إلى الماضي برؤية جديدة ليس فقط إلى الأمور التي تفرق إنما أيضاً إلى الأمور التي تجمع. ما هو غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله كما قال الملاك للعذراء مريم. وأوضح المدبر الرسولي بيتسابالا في عظته أن هذه الصلاة هي الأولى من نوعها في الأردن مؤكداً أنه يجب أن نبقى متحدين مع المسيح فنحن رسله أرسلنا إلى العالم لمواصلة عمل خلاصه. And the unity is the first testimony we have to give as Christians to our societies. وقال المطران منيب يونان في كلمته هذا هو يوم الوحدة هذا هو يوم فرح وابتهاج مضيفا أن الحركة المسكونية اليوم هي ليست مبنية على الحوار اللاهوتي فحسب إنما هي مبنية على الصداقة والثقة حتى نرسل رسالة بأن الكنائس المسيحية هي واحدة لها شهادة واحدة مسيح واحد إيمان واحد معمودية واحدة ولهذا السبب المسيح يدعونا اليوم في الشرق الأوسط لنتوحد وأيضا نرسل رسالة لأولئك المتعصبين المتطرفين الذين يعيشون في الماضي يعيشون ويروجون الطائفية بأن الإيمان بيسوع المسيح هو ضد أي طائفية ضد أي عنصرية ضد أي تمييز إنما نحن مدعوون اليوم في كل كنيسة أن نرى وجه المسيح في الكنيسة الأخرى لأن الكنيسة الأخرى هي جسد هي جزء لا يتجزأ من جسد المسيح والمسيح هو رأسنا جميعا. اليوم في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية هو حدث تاريخي عالمي ليس فقط محلي بل هو عالمي لكل الكنائس اللوثرية والكنائس الكاثوليكية عامة والكنائس المحلية خاصة إنما هو بجسد روح الوحدة
روح الوئام بين الكنائس، إنما هي جسد واحد وهو جسد يسوع المسيح، لكن بطقوس مختلفة، وما هي إلا غنى، والتنوع هو غنى للمسيحية. فنحن كلنا مبسوطين على هذا الوثاق بين الكنيستين، وإن شاء الله ينتشر هذا الوحدة وهذه الخطوات لباقي الكنائس المسكونية. ويأتي هذا الاحتفال كشكر للتقارب الذي تم بين الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية بفضل 50 عاماً من الحوار المسكوني، وامتداداً للصلاة المشتركة لإحياء ذكرى 500 عام للإصلاح الذي تم في كاتدرائية لوند في السويد في تشرين أول الماضي بين قداسة البابا فرانسيس وسيادة المطران منيب يونان والقسيس مارتن يونغا الأمين العام للاتحاد اللوثري العالمي. ضمن حملاتها الاعتيادية على مستوى المملكة، قامت جمعية الكاريتاس الأردنية بتوزيع مساعدات عينية على العديد من الأسر العفيفة في محافظة الكرك. وأوضح السيد وائل سليمان مدير عام الجمعية بأن الحملة ستبقى مستمرة لتشمل مختلف المحافظات الأردنية، مؤكداً أنها حق وواجب إنساني وأخلاقي تجاه كل المحتاجين من أبناء الوطن. وحضر حفل التوزيع الذي جرى في مدرسة البطريركية اللاتينية في منطقة الوسية بالكرك عدد من مسؤولي المحافظة الذين ثمنوا بدورهم هذه المبادرة التي تسهم بنشر قيم المحبة والتسامح بين عموم الأديان السماوية. حقيقة هذا اللقاء الطيب نشكر القائمين عليه، لأنه هذا يجسد روح التعاون ما بين أبناء الشعب الواحد في البلد الواحد. حقيقة احنا كان لنا لقاء سابق يوم الاثنين الماضي في أسبوع الوائم الديني الذي دعوا له جلالة سيدنا في الأمم المتحدة في 2010، وجاء هذا اللقاء مكملا للقاء السابق حيث تمثلت فيه روح المحبة وروح الأخوة الصادقة بين أبناء الشعب الواحد، أبناء الشعب الأردني. حقيقة إحنا نفتخر ونعتز بهذه الوحدة الوطنية اللي إحنا بنعيشها في هذا البلد. إحنا في الأردن نعيش حالة من السلام والوئام الديني الحقيقي، حيث لا تفرق بين هذا إنه هذا مسيحي أو هذا مسلم، لأننا إحنا أبناء شعب واحد، وهمنا واحد، ألمنا واحد، فرحنا واحد، حزننا واحد، نعيش كلياتنا صحيح حقيقة في بلد لا تفرق به بين المسيحي أو المسلم من حيث القرب والجيرة والنسب بين بعضهم. قامت مديرة المكتب الإقليمي لنورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان بزيارة تفقدية لمكتب نورسات في محافظة الكرك بلدة الإسماكية، واستمعت والفريق المرافق إلى موجز من الأب أيهم زيادين مسؤول المكتب حول أهم النشاطات والفعاليات التي تمت خلال العام الماضي، إضافة إلى مناقشة خطة عمل نورسات للعام الجاري وسبل تأمين احتياجات ومتطلبات العمل في المرحلة القادمة. وحضر اللقاء الآباء بولس بقاعين وبسام الدير وممثلو الكنائس الرعوية في المنطقة وشباب وشابات الكنيسة. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردن ولبنان يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين. مجلس أساقفة اللاتين يختتم لقاءه في عمان.
نورسات الأردن تبحث أنشطة مكتبها في الكرك. الكاريتاس الأردنية تواصل حملة الشتاء في جنوب المملكة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.